أعزائي المشاهدين، استمرت لليوم الخامس على التوالي معركة الملحمة الكبرى لكسر الحصار عن حلب، الغضب لأهل حلب. اليوم كان العمل من ثلاث محاور: محور الأحواز وثلث الأحواز، محور أيضا ثلث المحروقات والعامرية، وأيضا محور كلية المدفعية. استطاع الثوار والمجاهدين إلى الآن تحرير ثلث الأحواز والعامرية والجمعيات، ودخل الإغماسيون الآن إلى كلية المدفعية وإلى ثلث المحروقات. إن شاء الله ستسمعون أخبارا سارة خلال الساعات القادمة. الفرج لحلب والفرج لأهل حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ عطية الله، مسؤول عسكري قيادي في جبهة فتح الشام. تحدثنا عن بداية المرحلة الثالثة التي ابتدأت قبل قليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرحلة ابتدأت قبل ساعة من الآن، وبدأنا بتمهيد ناري قوي من مدفعية وهونات وما إلى ذلك، وإن شاء الله تعالى سندخل إلى المدفعية والتسليح وتلك المناطق. ونبشر أهلنا في حلب المدينة، إن شاء الله أصبحنا قريبين يعني منهم كثير، ممكن بضع المئات المترات نكون عندهم في المدينة إن شاء الله. البعض يروج، إعلام النظام يروج إلى أن هناك هدنة أو أن هناك مقايضات سياسية سوف تفرضها روسيا والولايات المتحدة على جيش الفتح وفصائل غرفة فتح حلب. ما هو الدخول ذلك؟ يا أخي هذه الإشاعات يخرجها النظام، لأنه الآن يعني عنده انهيار كبير، فيخرج مثل هذه الإشاعات لكي يوقف من يحد من ممكن من تقدمنا ما إلى ذلك. لكن العملية مستمرة وبقوة إن شاء الله. حدود العملية تحرير حلب؟ حدود العملية مبدئيا فتح طريق لحلب المدينة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، معنا الأخ معاوية قائد عسكري في جيش الفتح ليحدثنا عن مجريات المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الغضب لحلب، ملحمة حلب الكبرى. أهلا بك أخي معاوية. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. حبذا لو تكلمنا عن مجريات المرحلة الثالثة التي بدأت قبل قليل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن انطلقت المرحلة الثالثة لفتح الطريق إلى حلب ولاستكمال المعركة التي الأيام القليلة الماضية. بإذن الله هذه المعركة يعني تنطلق باتجاه كتيبة المدفعية والتسليح والدفاع الجوي والمقالع في يمين الدفاع الجوي. قصدك كلية المدفعية؟ نعم نعم، هي ثلاث قطع: كلية المدفعية والتسليح والدفاع الجوي. بإذن الله نهاية المرحلة هي فتح الطريق إلى حلب. نعم بإذن الله، نحن مستمرون حتى فتح الطريق، وبإذن الله سنكمل حتى تحرير حلب بالكامل بإذن الله تعالى. بإذن الله. كيف تقيمون إلى الآن المعركة؟ انطلقت منذ حوالي ساعتين، كيف تقيمون النتائج حتى اللحظة؟ الحمد لله إلى الآن النتائج جيدة بإذن الله، هناك مؤشرات جيدة بالنسبة للتمهيد ولهذه التغطية بالدخان كما تلاحظون، من أجل التشويش على الطيران، والذي يساعدنا فيها الأهالي جزاهم الله خير ومشكورين على هذا العمل والجهد الذي يبذلونه معنا. طيب سؤال أخير، كيف تقيمون يعني التفاعل والتعاون بينكم وبين فصائل غرفة فتح؟ نعم، هناك في تنسيق بيننا وبين جميع الفصائل من أجل هذه المعركة، لأن هذه المعركة هي معركة أمة، حتى مثل ما قلت لك يعني حتى الأهالي يساعدون. يعني الحمد لله نحن أصلا هذا يعني بعد الله عز وجل نحن نستمد طاقتنا من هؤلاء الناس، من هذه الشعبية التي تدعمنا، والتي نحن يعني بإذن الله مستمرين حتى تحقيق طموحهم بالتنسيق مع كافة الفصائل بإذن الله تعالى، وكل من يريد أن يشاركنا بهذه المعركة. شكرا، الله يعطيكم العافية يا معاوية. الله يعافيك، بارك الله. والله الحمد، تم كسر خطوط الدفاع في كل من العامرية وثلث المحروقات والأحواز، وهناك انهيار كبير جدا في هذه الصفوف. والله نحن نقاتل في سبيل الله، قادمون يا حلب فانتظرينا، قادمون، رسالة إلى أهلنا في حلب، قادمون يا أهلنا في حلب فانتظرونا، والله قادمون يا نساء حلب، يا أطفال حلب، والله لن ننام الليالي نحن كمجاهدون إلا وندخل حلب، وندخل في القصر البلدي في حلب، وندخل في فرع الحزب القذر في حلب، والله وندخل في مقرات الميليشيات الإيرانية والخنازير الشيوعيون في حلب بإذن الله، فانتظرونا إخوانكم المجاهدون، همة عالية ومعنويات عالية وكبيرة، وبإذن الله لن نقف حتى تحرير كامل أراضي الوطن المقدسة بإذن الله.